كحنا وبدأ عصت 24 تيفي وحاد لوغا ديرينيا حالادو نولوليد دالنيرا سوماليود او ان مودا كو خيران دالك ليبيا كواسو ورباهينتا او شيغاي اني لاسو درسين ديباتوين كلا دوان ميد كاميدا دالنيرا دا او لا هادلي اذاعه لانتا افكا سوماليغا في او اي ايا شيغاي اني زامين بان كو يلاتاي خيرادا دينعا سودالكا اي كجيرتا دالكا سوماليا يا سيدو كلا دلال كلا تاسي او لوغا هورتاغيو عابوقا دونيدا سامينتا بان كو يشي كورونا فيروس ام COVID-19 دين عقل زفيركا دالكا زوماليا وفديا دالكا ليبيا محيا دين محمد كالمي او كالي عواشادا دان يرادني سوماليا دا ياشيغي انيسان وقتي حادر كان ناوودين ان لوسو قدويا دين عا سوماليا دان يرتاسي سبب اللحرير دا غالو حميها يستو سفارد دا سوماليا دالكا ليبيا دولة دا سوماليا يا دور چارو هوري وحي دالكا ليبيا كسو ديسي اسلاماركان اي كسو داد قريسي دان يراد سوماليا او كوچرتي حبسي ku yaala dalkaasi kuwaas oo sidoo kale uu saameeyay dagaalkii ka dhacay dalka Liibiya dalka Liibiya ayaa waxa uu marin u yahay taariibyal afrikaana kuwaas oo miin bidaya qaarada Yurub isla markaasina ka gudbaya badda dheer ee Mediterranean siiga kuwaas oo ku jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo inta badan dhibaatooyin kala kulma xabsiyo ku yaala dalka Liibiya kuwaas oo haystaan dad magafayaal ah oo ka ganacsada dhalinyartaasi dhalinyartani Soomaaliyeed ee hadda ku xayiran dalka Liibiya ayaa la sheegay in xaaladoodu nololeed aad u adag tahay taasi oo laga cabsii qabo in caabuqa coronavirus uu saameyn yasho wa ilmi Muhammad Umar Al-Muranj warka telefishinka badacas.